أهلا وسهلا مرة ثانية. راح نكمل الآن شوية الشرح متسارع في الفصل الثالث. Control structures، تمام؟ هذه تشمل if statements والتكرارات أو loops. So عندنا الجمل الشرطية والتكرارات، وعندي برضو شيء إضافي اللي هو switch statement، تمام؟ طبعا هنا معلومة عامة عن البوليان، وإنه أي شيء غير الصفر فهو يعطينا false، وأي شيء أي شيء غير الصفر يعطينا true زي ما انتم شايفينه. والترو هي أيضا تساوي واحد، تمام؟ فعندي لو أنا عندي متغير بوليان وأبغى أحط فيه مثلا 10 فراح يسجل كترو. هذا برضه من أحد أنواع التايب كاستنج الأوتوماتيك اللي تصير تلقائيا في البرنامج. فقط يعني هي تشوف زي ما أنتم شايفين هنا الصفر دائما عندي فولس، وسواء كان بالموجب أو بالسالب كلها راح تعين كترو. ففقط هذه كمعلومات عامة. زي ما أنتم شايفين هنا حط بوليان ب، ثم حط كيو 5، ثم عين 5 داخل بي، وأنا الآن راح يصير بي عندي ترو، تمام؟ فهذه هي الفكرة. عندي هنا operators اللي هم يسموهم logical operators، تمام؟ هذه جديدة هنا. أول شيء عندنا الـ not. أنا متأكد إنه الشباب أنتوا اللي أخذتوا digital logic هذه يسموها complement، تمام؟ اللي هي العكس أو الـ not. أي شيء عندي true يصير false، وأي شيء عندي false يصير true. طبعاً هذه تستخدم فقط مع القيم اللي هي تكون بولين، هذه فقط نستخدمها مع أي قيمة تعتبر بولين، تمام؟ double and أو double ampersand، تمام؟ هذه يسموها ampersand، هذه الرمز هذا. double ampersand هو طبعاً في اللغة الإنجليزية يرمز إلى and، فand هو عندي لازم الطرفين في الشيء هذا. طبعا هذه الكومبلمنت فقط تقبل شيء واحد، تمام؟ عامل واحد. اما اند تقبل عاملين كحد ادنى، تمام؟ عندي اكس وواي مثلا يعني، او متغير واحد او متغير اثنين وهكذا. علشان استقبل ترو من هذا التعبير، من هذا الديفينيشن او من هذا الاكسبرشن، تمام؟ من هذا الاكسبرشن لازم الطرفين عندي يكونوا true، تمام؟ إذا كان أحد الطرفين false فجميع الستيتمنت كلها راح تكون false. لن تتحقق أن تكون true إلا عندما يكون الطرفين true. هذه هي بالنسبة لي and. لما نحط and، C++ لغة البرمجة راح تشيك على x و y مع بعض وتتأكد أنه اثنينهم، إذا اثنينهم ما هم true فراح يرجع لنا false، تمام؟ إذا كان واحد من بينهم true والثاني صفر أو الثاني false راح ترجع لنا false. بالنسبة لي or، أو هذه يسموها أتوقع straight dash أو straight slash أو شيء زي كذا. هذه double طبعاً نحطها، هي عن طريق shift و backwards dash، تمام؟ هذه هي عندي، بوريكم الآن. خليني أحذف هذا كله. عندنا أول واحد الـ complement، خليني أعرف، تمام؟ أعرف bool، راح أخليها test، تمام؟ راح أعينها مبدئياً إنها تكون true. راح أعين bool ثاني، راح أقول له هذه راح أسميها مثلا test 1، البول الثاني راح أسميه test 2، راح أعينه false، تمام؟ أنا لو أبغى أخلي هذا، لو أبغى أخليه false راح أقول complement test 1، تمام؟ هذه الآن
راح تعطيني فولس، لان هنا عندي ترو فهذه راح تعطيني عكسها. حلوين؟ عندي برضو اللي هي test one and أو double ampersand. أنا أقول لها and يعني من باب إنه تسهل على معرفتي بالنسبة لي، نحفظها زي كذا يعني. and مثلا أقول له test two. فهذه الآن راح تشيك لي هل test one true، إذا test one true أو إذا test one ما أدري إيش هي، راح تشيك دائما على الثانية برضو معها. إذا الاثنين true فراح أستلم هنا، راح أستلم true. تمام؟ إذا الاثنين مختلفين، واحد true والثاني false، راح أستلم false. كويسين؟ هذه بالنسبة لي and. بالنسبة لي or هي عبارة عن نفس الرمز هذا. تمام؟ الرمز هذا هو يكون في الغالب يكون تحت backspace، تحت زر backspace، يسموه backwards dash أو backwards slash. تمام؟ فهذا يكون نضغط shift علشان يعطيني هذه الرموز المستقيمة، أتوقع يسموها straight slash. المهم هذه معناها or. الشيء المميز فيها إنه مو لازم الطرفين يكونوا عندي true، يكفي إنه فقط واحد من الأطراف يكون عندي true علشان أستلم true من التعبير هذا كامل، من الإكسبرشن كامل. تمام؟ إذا ما راح أستلم false إلا إذا كانوا الطرفين false. فC++ إذا شافت هذا التعبير راح تقول إنه والله ما دام هذا true فأنا خلاص راح أتجاهل هذا بشكل كامل. تمام؟ إذا واحد من بينهم true فأنا هذا يكفيني، راح أعطيه true. إذا واحد من بينهم false والثاني true، هو هذه هي القاعدة، إنه راح أرجع لي true إلا إذا كانوا الطرفين false. تمام؟ إذا كانوا الطرفين false هي المكان الوحيدة اللي راح نستلم منها false. طيب هذه فقط علشان تعرفوا، هذه طبعا قواعد أساسية في المنطق بشكل عام، في منطق علوم الحاسب راح تلاقوها في الديجيتال لوجيك، في حتى في البرمجة بشكل عام، حتى في أشياء برضو خارج البرمجة اللي تتعلق بعلوم الحاسب. زي ما أنتم شايفين، إذا عندي واحد بس أنا يكفيني شيء واحد في الاند انه يكون فولس علشان استلم فولس. تمام؟ لكن في الترو يكفي في الاند، معليش في الاور، هنا عندي اند، هنا عندي اور. اذا عندي اور هنا واحد انا يكفيني بس شيء واحد انه يكون ترو، استلم منه ترو. تمام؟ في عندنا برضه شيء اسمه ريليشنال اوبريتورز. هذه تكون طبعا بالعربي نقدر نسميها انه المعاملات اللي هي اللي تربط بين الأشياء. تمام؟ فأنا ممكن أقول طبعا less than or equal، more than or equal، equal or not equal. تمام؟ فأنا عندي مثلا ممكن أقول إنه طبعا هذه مثلا أنا ممكن أقول int مثلا int num1 راح أعطيها 10 وnum2 راح أعطيها 20. إذا هنا جيت قلت num1 more than num2 إيش راح يعطيني؟ الآن num1 عندي أصغر من num2، بس هنا قلت more than فراح يعطيني false. أنا راح أستلم false من هذه. تمام؟ بس إذا قلت والله إنه less than، إنه شوف لي شيك لي زي ما نقول شيك لي إذا كانت هذه less than num1 أقل من num2 فرجع لي true، فيما عدا ذلك رجع لي false. هذه هي بكل اختصار. تمام؟ طبعا أقل من أو أقل من أو يساوي، هذه فقط الفرق إنه يعني أنا مثلا عندي راح نقول أقل من أو يساوي، يعني شيك لي إذا كانت هذه إذا كانت 10. تمام؟ معلش، إذا كانت القيمة هذه أقل من القيمة هذه أو تساويها. يعني هنا إذا كان 20 وهنا إذا كان 20، هذه كمان راح ترجع لي فولس، معلش ترو. إذا هنا 20 وهنا 20 راح أستلم ترو.
لانه هي عندي less than or equal، فاذا كانت equal راح استلم true. بس اذا كانت كذا، اذا كنت بشيك اذا كانت هذه القيمه اصغر من هذه القيمه وهم كانوا متساويين، فراح استلم من هنا false. تمام؟ طيب كيف نشيك اذا القيمتين متساويه؟ عندي هذه الاوبريتور او هذا المعامل. تمام؟ هذا راح يشيك لي اذا كانت القيمه اللي على اليسار مساويه للقيمه اللي على اليمين. طبعا في هذه الحالة لا، راح استلم فولس، لأنه هنا عندي 10 وهنا عندي 20، هذه أصغر. تمام؟ هنا راح استلم من هذه فولس. تمام؟ بس إذا سويت زي كذا، إذا خليتهم الاثنين هم متساويين، راح استلم ترو. فعلشان ما نلخبط، تمام؟ علشان لا نلخبط يا شباب، إذا أنا عندي، إذا أنا بقول num equals to 10، هنا أنا بسوي assignment، معلش num1، هنا بسوي assignment، قاعد أعين قيمة لـ num1، تمام؟ لكن لو حطينا الدبل، هنا دبل ايكوال هذه العلامة، فهنا راح تشيك لي إذا هذه القيمة تساوي هذه القيمة، أو ممكن مثلا أكتب مثلا 20، يعني عارفين كيف؟ أي قيمة عندي، أي شيء، تمام؟ من نفس النوع، سواء كان متغير أو كان يعني قيمة مكتوبة، تمام؟ من نفس النوع. إذا كانت تساوي 20، إذا كان num1 يساوي 20 فرجع لي true. لكن لما أقول num1 equals to 20، أنا قاعد أعين 20 لnum1، تمام؟ ففي فرق شاسع بين الاثنين. تمام؟ بس عشان نفرق، هذه راح ترجع لي false أو true، راح ترجع لي فقط إما true أو false، تمام؟ وهذه راح تعين لي القيمة اللي هنا إلى هذه، قاعد اعبي القيمه هذه في الفاريبل او في المتغير زي ما انتم شايفين. طبعا عندي برضو حاجه ثانيه اللي هو نشيك على عدم التساوي. شيك لي اذا num1 لا تساوي 20، تمام؟ فانا راح اقول مثلا 10، ابغى num1 تكون 10، خلينا اشيل num2 عشان لا نلخبط. تمام؟ طبعا هنا راح يشيك لي اذا num2 يساوي 20 راح ارجع لي ترو، اذا لا تساوي 20 راح ارجع لي فولس، هنا راح يجيني فولس الان. تمام؟ لكن ابغى اشيك اذا كان num1 لا يساوي 20، تمام؟ هنا كومبلمنت و اللي هو علامه الاساينمنت او علامه المساواه. تمام؟ فهنا اذا كان num1، شيك لي اذا كان num1 لا يساوي 20 فابغاك ترجع لي ترو، فيما عدا ذلك رجع لي فولس. تمام؟ فهذه هي الفرق، هذا هو الفرق، انه اذا كان لا يساوي 20 وهو فعلا لا يساوي 20 يعني يساوي 10، تمام؟ فراح استلم من هذه ترو. هذه بكل اختصار هذه الشرح هذا كله. تمام؟ فهذه عكس هذه، هنا بيقول لك هذه كومبلمنت، يعني هذه عكس هذه، كلمة كومبلمنت يعني المعاكس او العكس او الشيء المقابل. تمام؟ طيب نجي الآن للإف ستيتمنت. تمام؟ الإف ستيتمنت تخلي البرنامج يختار ما بين إجراءين مختلفين بناء على إذا كان عندي true أو false. تمام؟ الآن هذا كله، الآن المنطق هذا كله تعلمناه علشان نعرف نستخدم الإف ستيتمنت بالشكل الصحيح. لأن الإف ستيتمنت بنيتها كيف؟ إف وعندي هنا بين قوسين، اللي داخل القوسين هنا لازم يكون true علشان ينفذ الأوامر اللي هنا. تمام؟ وإذا كان false راح يتجاهل الإف ستيتمنت بشكل كامل، إلا إذا ضفنا else. else هذه يعني إذا كان لا، إذا كان هنا false فرجاء طنش هذا وأسمع كلام هذا اللي بعده. تمام؟ فهنا راح نقول، خليني أجرب تجربة الآن، راح أقول int num1 equals to 10. طيب الآن هنا راح أقول num1 شيك لي إذا num1 تساوي 10 رجاء طلع لليوزر انه cout num1 indeed equals 10. تمام؟ اذا كانت لا تساوي 10 else
كلمة else يعني رجاء، إذا كانت هذه لا تساوي 10 فتنفذ لي التالي. فعن نسوي زي كذا curly bracket هذه علشان تحتوي عندي، لو هنا عندي أكثر من سطر تمام، لو هنا عندي أكثر من أمر فهذه نحتاج نحط لها curly bracket تمام. هذه يعني عود نفسك أنك تكتبها بهذا الشكل، يعني أنا كتابة بكل بساطة. if نحط أول شيء parentheses اللي هما shift 9 وشفت 0 تمام، parentheses نحط الستيتمنت اللي نبغاها جوا، بعدين نحط curly bracket اللي هم شفت الشباب اللي عندهم كيبورد عربي هي شفت جيم وشفت دال تمام، واللي ما عندهم كيبورد عربي فقط انجليزي راح تلاقيها شفت وهذا شفت اللي هو البراكت هذا تمام، فراح تسوي الشفت بهذا الشكل اسفلها تمام، وتضغط انتر علشان تفتحها بهذا الشكل وتضيف داخلها الأوامر وتسوي انتر انتر انتر. هنا زي ما شايف هنا يسوي لي كده زي الخطوط، بمعنى انه والله هنا داخل هذه في هذه الاشياء، لو خلصتها بهذا الشكل راح تتقلص معي تصير هنا جوا تمام. فبهذه الطريقة تكتب if statement. طبعا هنا نبغى نقول له else، راح انسخ هذه للسرعة. num1 راح اقول له بالكابيتال مثلا does not equal 10. طيب الان نجرب، الان اجرب هنا عندي قيمتها 10، فالان البرنامج بكل بشكل طبيعي راح يقول لي انه والله num1 equals 10 تمام زي ما انتم شايفين. طب نخليها interesting شويه زياده، خليني اعرف num1، خليني اطلب من المستخدم انه يدخل num1، اقول له please enter num1 تمام هذا الشكل، راح اقول له see in num1 تمام. بعد كذا راح طبعا لازم هنا اسوي لي see out end line بهذا الشكل، علشان عندي هنا see out باخرج تكست زياده، فاهمين كيف؟ فما ابغى السطور تكون جنب بعض، فانا ابغى افصل السطرين تمام. هنا يعني انا عندي سطر واحد، هذه كلها سطر واحد، فهنا سطر زياده. المهم فالان راح ندخل قيمه، نشوف نخلي البرنامج يختار، اذا كانت القيمه مساويه ل 10 راح يطلع لنا هذه الرساله، اذا كانت غير مساويه ل 10 راح يطلع لنا هذه الرساله تمام. فنشوف الان راح احط 11 تمام، نشوف الان ايش راح يطلع لنا البرنامج. زي ما انتم شايفين num1 does not equal 10. طيب نخليها بحركه غير، نخليها else، بس هنا ابغى اخليها does not equal 10 لان يعني عكسنا الامور تمام. راح نقول له اذا كان، شيك لي اذا كان num1 لا يساوي 10 تمام، فاخرج لي هذا التكست. راح اشيل else للوقت الراهن بس علشان اوضح لكم. طيب انا راح اسوي راح احط 15 زي ما انتم شايفين num1 does not equal 10. هنا اعيد اجرب، طبعا اذا حطيت 10 ما راح يصير شيء، راح حطيت كذا 10 راح ينتهي البرنامج عندي لانه ما سوينا شيء تمام. فاذا سويت مثلا else هنا ورجعت حطيت نفس ما سوينا اول see out، اخذنا هذه اللي هنا حطيناها هنا، قلنا له والله num1 indeed مثلا او بدون indeed، هي بس فلسفه زياده من عندي num1 equals 10. فراح نجرب جميع الارقام ما عدا 10 راح يطلع لي دائما مثلا حط كذا تخبيص اي شيء زي ما انتم شايفين، قال لي num1 does not equal 10. ولكن لما احط 10 الان راح يقول لي راح يختار البرنامج num1 equals to 10. فاسمها هذه الاوامر اسمها selection structure، فانا بخلي البرنامج يختار ما بين هذا او ما بين هذا، ما هو كله راح يتنفذ، يعني ما راح يطلع لي هذا بعدين راح يطلع لي هذا، فاهمين كيف؟ هو البرنامج بيختار بناء على المعطيات اللي انا اعطيته اياها والشروط اللي هنا تمام. طيب فين نستخدم الاند والاور والاشياء هذه؟ خلينا اوريكم مثال. خلينا اقول انت num1، راح اقول له num2 هذه المره راح اعرفه بقيمه 15 تمام.
راح أقول له هنا إذا شفت إنه نم 1 لا يساوي 10 and نم 2 equals 15 تمام؟ هذا راح أشيك لي أول شيء هل نم 1 لا يساوي 10؟ إذا true شوف لي الثاني هل نم 2 يساوي 15؟ إذا true إذا فعلا لا ي... إذا فعلا يساوي 15 بما أنا هنا حاطه 15 فراح ينفذ لي هذه. إذا واحد من بين هذه الشروط لم يكن true لم يكن صحيح تمام ما حقق الشرط ما هذا هنا الأوامر هذه اللي عندي ما راح تتنفذ تمام. فأنا خلينا أجرب خلينا أحط الآن الآن لو حطيت 10 بهذا الشكل راح يختار لي الثاني هذه num 1 equals 10 زي ما انتم شايفين لكن خليني اجرب هذه الان خليني اقول num 1 راح اخليها 17 مثلا راح اشيك لي اذا num 1 equals to اذا num 1 لا تساوي 10 و num 2 تساوي 15 فراح ينفذ لي هذه هذا النص تمام الان هو احنا حطينا هذا الامر هنا حلوين طبعا لو حطينا اور هذه راح يكتفي فقط بواحد من الاثنين انه يكون ترو في هذه الحاله انا هنا معين 15 لنم 2 فهذه الستيتمنت دائما راح تكون ترو لان انا عندي هنا دائما هذه 15 فاهمين كيف فمهما دخلت لو كانت هنا 10 لو كانت ما هي 10 لو كانت اي شيء ما راح يوصل لهنا لانه دائما هذه راح تكون ترو فاهمين كيف؟ لأن هنا زي ما انتم شايفين انا معينها 15 بمجرد ما اشوف اوه شاف والله هذه والله كانت فولس طيب شوف هذه هذه كانت ترو فالان راح ينفذ لي هذه تمام؟ فالان انا راح اجرب راح حتى لو حطيت رقم يساوي 10 راح يظل ينفذ لي الاولى هذه لأنه أنا عندي هذه true هنا وأنا مستخدم or زي ما تعرفوا تمام هذه بكل بساطة and و or وأيضا شرحنا ال else if else statement هذا النظام من if else statement هو بسيط هو يخير البرنامج بين خيارين ممكن برضو زي ما حيتبين معنا الآن هذه فقط كلها شروح لل if statement طبعا ممكن برضو استخدم مثلا اذا كان شيك لي والله اذا كان النم اصغر من او يساوي 10 فهذا الخيار راح يشمل لي من 10 وانت نازل 10 9 8 7 6 5 4 وحتى الاعداد السالبه ما دام انها اصغر او تساوي 10 يعني 10 مشمول معايا في الرينج تمام بس إذا شلت يساوي هنا 10 غير مشمول يعني راح يبدأ الرينج من 9 تمام خلونا نجرب إذا كان شيك لي إذا كان نم 1 أصغر من أو يساوي 10 ف قل لي فهنا راح عشان اللخبطة راح أقول بس ترو تمام وين راح أقول فولس عشان بس يعني هذه كعبارة عشان تدلنا بس في البرنامج تمام فنشوف الآن راح أجرب أحط 10 تمام اذا حطيت الان 10 راح يقول لي ترو لانه 10 من ضمن less than or equals تمام اذا شلت ال equals راح يقول less than الان اذا حطيت 10 راح يقول لي false لانه 10 ما هي من الرينج لو حطيت 9 راح يقول لي ترو زي ما انتم شايفين الان لو حطيت مثلا سالب 500 وشيء تمام راح يقول لي برضه راح يقول لي ترو لانه هي تعتبر أصغر من أو يساوي 10 فزي ما أنتم شايفين هنا دائما true or false ما بين ال parentheses أو الأقواس الخاصة بال if statement أو حتى في loops زي ما هتشوف في while loop وال do while loop فيما بعد كلها لازم ترجع لي إما true أو false وأي قيمة أكبر من الصفر أو غير عن الصفر أو أصغر من الصفر توضع هنا فهي دائما راح تحسب كترو اذا حطيت هنا 10 فدائما راح يقول لي ترو تمام راح ادخل اي شيء انا بس انا شوفوا خلينا نشيل الادخال
تمام. هنا حطيت 10 صح؟ لو حطيت مثلا حطيت اي شيء غير الصفر، حطيت 3 اي شيء غير الصفر، فراح يقول لي ترو مباشره بدون نقاش، تمام. ولكن لو حطيت صفر فراح يترجمها كفالس زي ما انتم شايفين. فهنا بين القوسين لازم شيء يعني يقول لي هو ترو او فالس، تمام. طيب عندي حاجه ثانيه، اذا عندي اكثر من كونديشن او اكثر من شرط ابغى اشيك عليه، راح اقول له شوف لي والله اذا كان num 1 num 1 تمام. خليني ارجع الادخال هنا بس علشان تمام، راح اشيل num 2 راح اكتفي بnum 1 للوقت الحالي. طيب شوف لي اول شيء، شوف لي اذا كان num 1 اصغر من 10 طلع لي لليوزر قول له والله num 1 is less than 10 تمام. else if هنا ممكن اسوي حاجه، else if شيك لي الان اذا كانت هذه false فشيك لي هنا اذا كانت true or false. انا هقول له اذا كانت اذا كان num1 اكبر من 10 فقول لي والله انا راح انسخ هذه دقيقه، فقول لي num1 is more than 10 تمام. كمان ابغى اشيك مره ثانيه else، ممكن اكتفي ب else لانه طبيعي اذا الرقم ما هو اصغر من 10 ولا هو اكبر من 10 فاكيد راح يكون يساوي 10، فممكن اكتفي ب else. بس برضو اذا انت ممكن يعني تكون مره دقيق ممكن تقول else if برضو نفس الكلام num1 equals 2 then سوي لي التالي، قول لي see out num1 equals to 10 تمام. واذا قلت له else برضه ما في مشكله انه هذا منطق ارقام ما له دخل في البرمجه تمام، انه انا اكيد اي رقم عندي اصغر ما هو اصغر من 10 ولا هو اكبر من 10 فتلقائيا راح يكون 10، راح يكون هو نفسه تمام. بس اذا انت عندك عده اشياء تبغى تشيك عليها وهذا ما زبط، هذا كان false، طيب هذا ما زبط كان false، وهذا ننتقل للي بعده نشوف اذا والله هو false ولا لا. إذا كل هذه ما زبطت الآن ممكن نقول له والله else، ممكن نقول له مثلا نقول له see out، ممكن نقول له والله error أو شيء زي كذا، لأنه أنت ما دخلت رقم مثلا أو ما دخلت حاجة أو عارفين كيف، فقط كذا يعني للمثال انه ما دام ما حقق جميع هذه الشروط فاحنا والله نبغى نرفض الادخال اللي ادخله المستخدم تمام. فهذه هي طريقه استخدام if و else if و else تمام. طيب هنا تجيني حاجه، طبعا هنا لازم يقول لك انه الكونديشن اللي هو هذا، اي كلمه كونديشن يعني شيء راح يرجع لك true or false، فدائما الكونديشن يكون داخل البرانثيسيس هذه تمام اللي خاصه ب اف. طيب طبعا ممكن نسوي عمليات حسابيه مره كثير، نقدر نسوي اي شيء تمام، ونقدر نقول والله ما دام num1 اصغر من 10 فوالله لا تعال سوي لي num1 زائد، راح استخدم الاكسبريشن اللي تعلمناه في chapter 2 plus equals تمام، زود لي عليه 5 تمام. فممكن والله انه اذا كان num1 اصغر من 10 لا والله شيل لي num1 وزود لي عليه 5 تمام. فممكن احط يعني اللي ابغاه، ممكن والله ارجع اقول له اوامر ثانيه، ممكن اسوي لي اي حاجه ابغاها، فاهمين كيف؟ فاذا هذا ما دام هذا ترو راح ينفذ لي كل الاوامر الموجوده هنا بين القوسين هذه الصغيره بين الكيرلي براكتس تمام. هذه بالنسبه لي يعني كيف تتعامل مع اف else. طبعا عندنا حاجه ما ينفع نقول والله ما ينفع نضيف parentheses زياده هنا تمام، غلط. ما ينفع نقول والله num less than مثلا num more than 10 او شيء زي كذا،
ما حيقبلها. كل الاكسبريشنز حقتنا لازم تكون داخل parentheses واحد، لازم داخل زوج واحد من الاقواس، ما ينفع تضيف اقواس ثانيه. ولكن تقدر تضيف اقواس داخل، تمام؟ نقدر نقول والله انه مثلا num1، نقدر نسوي بهذا الشكل num1 plus 10 بهذا الشكل مثلا. فالان راح يحسب لي هذه هنا الان، ويشوف يقارن لي اياها مع 10. فهنا الان لو دخلت صفر بس هو راح يزود لي عليها 10. فزي كده يعني ممكن انتم تسووا عمليات حسابيه او شيء زي كده داخل الاف ستيتمنت نفسها، عارفين كيف. ولكن استخدام الاقواس يكون عارفين كيف، الاقواس الرئيسيه اللي عندي هي واحده فقط، زوج واحد من الاقواس الرئيسيه، اما داخلها تقدر تستخدم عدد لا محدود من الاقواس، تمام؟ عمليات حسابيه واشياء عادي زي اللي يريحك. بس احنا مجمل كلامنا انه فقط لا يكون عندك قوسين زياده غير القوسين الرئيسيه برا خارجها، فاهمين كيف؟ هذا فقط كتنويه. طبعا زي ما استخدمنا الان قبل شويه، اذا عندك شيء طيب علق معايا. طبعا الأمانة ما أدري إيش صار. أوكي خلوني أقفل البرنامج. أعلق معايا شويتين هو. لحظة يا شباب. طيب خليني أرجع أشارك الشاشة. طيب زي ما أنتم شايفين لحظة. طيب زي ما أنتم شايفين فين كنا، زي ما استخدمنا قبل ممكن تستخدموا داخل الأقواس مثلا num1 زي ما قلنا more than 10 مثلا، بعدين نقول and أو or عارفين double ampersand أو double، هذه العلامة حقت ال or علشان نستخدم تعابير أخرى، تمام؟ وممكن نستخدم الأقواس برضو هنا داخل، تمام؟ لكن ممنوع نضيف أقواس خارجة هنا زيادة عن الرئيسية اللي عندنا. بس هذه الملاحظة يعني حبيت أتكلم عنها. طيب طبعا اذا عندكم نطاق معين، اذا عندكم رينج معين تبغوا تتبعوه، يفضل انه ما تستخدموا هذا الشكل لانه ما راح يفهموا الكومبايلر. اذا عندك مثلا اذا تبغى اكس ما بين 2 وما بين 9، فممكن تستخدم نظام اللي هو الاور، تمام؟ او معلش الاند، تمام؟ الاند يعني زي مثلا انا ابغى نطاق معين ما بين 5 الى 25، تمام؟ فراح اقول رجاء شيك لي اذا كانت num1، ممكن اقول اكبر من 4 او ممكن اقول اكبر من او يساوي
خمسة، تمام؟ لأنه أنا أبغى خمسة من ضمن النطاق، تمام؟ فممكن أقول زي كده وأقول له and num1 is less than or equal to 25. أنا الآن عندي نظام، عندي نطاق معليش، إنه num1 لا يمكن أن تساوي أي شيء أقل من خمسة ولا أي شيء أكبر من 25، تمام؟ فهذا أنا عندي اللي هو النطاق. طبعاً اللي وراكم إياها في السلايد هي كانت زي كده، كانت خمسة هذا الشكل num1، وإن راح سوى 25 بهذا الشكل، تمام؟ فهذا لا تستخدموها بهذا الشكل، لأنه هو فقط في البرنامج راح يشيك على هذه يعني ما راح تزبط. أما هنا شوفوا كيف يقول لك error، راح يكون في شيء اسمه logic error، تمام؟ فيفضل دائما أنك تستخدم طريقة ال and إذا تبغى نطاق معين. طبعا لازم عندنا، تكلمنا عن هذا الشيء، لازم عندنا هنا يكون عندي true or false. اي عدد عندي كعدد غير عن الصفر راح يحتسب كtrue تلقائيا زي ما انتم شايفين. The condition evaluates to 5 then it is typecasted to boolean becomes true، تمام؟ اي شيء غير عن صفر يساوي true، واي شيء يساوي صفر يعني راح يكون false. طبعا لازم يا شباب لا تستخدموا وقت تبغوا مثلا تشيكوا انه هل y تساوي مثلا، او هل متغير معين يساوي قيمه معينه، لا تستخدموا علامه الاساينمنت. هذه في البرمجه دائما سموها الاساينمنت، تمام؟ احنا قاعدين نعين، نسوي اساينمنت لشيء. فهنا راح يعين y لخمسه، وخمسه راح تكون ترو لانه ما هي صفر، فمن كيف؟ فهذا دائما راح يكون ترو، دائما وابدا راح يكون ترو، تمام؟ فهذا يعني من واحده من المشاكل اللي انا بدات فيها ولخبطت فيها كثير بالنسبه لي انا. فزي ما قلت لكم، لو كانت دبل ايكوالز هي اللي تبين لنا اذا كانت ترو اور فولس، بس هذه فقط احنا قاعدين نعين خمسه داخل واي. طيب هنا استخدام، وراكم استخدام لين نوت، تمام؟ هنا زي هنا عندي، لو انا لو قلت مثلا num1 less than 5 بس بعدين حطيت هذه كمان داخل اقواس وقلت لها نوت، الان لو انا عندي num1 واصغر من 5، تمام؟ لو انا دخلت عدد أصغر من خمسة يعني أربعة إلى سالب ما لا نهاية، راح هذا راح يرجع لي فولس، لكن بما إنه هنا في نوت فراح يعكس لي الفولس يخليها ترو. فهذه بشكل عام إذا دخلت أي عدد أقل من أو أكبر من خمسة، آسف، أكبر من خمسة راح يرجع لي ترو، تمام؟ أعيد مرة ثانية، هنا أبغى أي عدد أصغر من خمسة، تمام؟ إذا دخلت عدد أصغر من خمسة راح أرجع لي true، ولكن بسبب وجود علامة الكومبلمنت الترو عندي راح تصير false، تمام؟ فهنا راح يصير إذا دخلت عدد أكبر من خمسة راح يصير عندي false، ولكن وجود هذه مرة ثانية راح يعكس لي إياها تصير true. فهذه بكل اختصار إذا وجدت قبل الشيء فهي راح تعكس قيمته المنطقية، تمام؟ هذا هو التعريف الدقيق. إذا لقيت علامة الكومبلمنت أو علامة التعجب هذه، أو يسموها كومبلمنت أو نيجيشن أحيانا يسموها، تمام؟ إذا لقيتها
قبل أي تعبير منطقي فراح تعكس لك قيمته المنطقية. إذا كان false راح يصير true، وإذا كان true راح يصير false. زي ما قلنا، عود نفسك تستخدم ال curly brackets، علشان بس إنه والله إذا كان عندك أكثر من أمر تكون في السليم. لأنه إذا كان عندك أمر واحد فقط لكل if statement بإمكانك تستغني عن ال curly brackets. تمام، نفس الشيء بالنسبة ل else، ممكن نستغني ونصير خلاص بهذا الشكل. لكن إذا جيت الآن قلت له see out مثلا هاي، تمام، إلس عندي هنا أو أي شيء عندي أسفل ما راح يعني راح يصير فيه له مشاكل، تمام، لأنه هذا ما راح يعتبر من ضمن الإف ستيتمنت، هذه فقط من ضمن الإف ستيتمنت. تمام، فيفضل دائما إذا عندكم أوامر أكثر من أمر واحد دائما استخدموا الكيرل براكتس. هذه زي ممكن نعتبرها زي الصحن اللي يشيل الأوامر كلها، يستوعب أوامر كثيرة، أو زي السلة، نقول زي السلة. تمام، حتى يعني لو تشوفوا شكلها شبه كده، شبه السلة، نوريكم الآن زي كده. فهذه هي السلة حقتنا اللي تحتضن وتحتوي أكثر من شيء واحد. تمام، فممكن داخل السلة نحط أكثر من أمر زي ما انتم شايفين. طبعا هنا هذه هي اللي قلت لكم عليها، اللي تحسب لنا الاعداد الزوجيه. تمام، هنا ممكن اقول خلونا نسوي كذا برنامج لطيف خفيف ظريف يحسب الـ يحسب اذا كان العدد المدخل زوجي او فردي. خلينا نقول سي اوت على السريع كذا، انتر اني نمبر، نحط له مسافة، راح نقول له cn num1، نعطيها endline. تمام، علشان بس الترتيب. هنا راح نقول له الآن، هنا راح نستخدم نشيك إذا كان العدد فردي أو زوجي. طيب العدد الزوجي إيش يميزه؟ إنه إذا قسم على اثنين يرجع صفر كباقي. تمام، القسمة تكون صحيحة 100%، يرجع صفر كباقي. تمام، فايش راح نسوي؟ راح نقول num1، تمام، راح نقول num1 مثلا قسمة 2 equals to 0. هنا هذا راح يرجع لي ناتج القسمة، ولكن انا ابغى الباقي فراح اقول modulus. تمام، الان هذه راح تشيك لي اذا num1 قسم على 2 ورجع لي صفر. تمام، يعني ما رجع لي باقي، الباقي صفر، يعني فعلا عدد زوجي. فرجاء قول لليوزر انه the number is even، اللي هو زوجي بالانجليزي. تمام، else ممكن على طول else انه اي شيء غير هذا، كلمه else هنا يعني اي شيء غير هذا، فرجاء نفذ لي الاوامر التاليه، راح نقول له number is odd. تمام، الآن نجرب أي عدد في الحياة، نجربه الآن. خلوني مثلا أحط كذا تخبيص أي عدد، نشوف إذا هذا الآن زوجي ولا فردي. أو طلع فردي. تمام، العدد هذا الطويل طلع فردي. تمام، نجرب الآن عدد ثاني، نجرب 12. تمام، قال لي this number is even. واضح يا شباب؟ فعندنا هنا هذه واحدة من استخدامات المودولس. هذه العبارة راح ترجع لي قيمة عددية، فأنا الآن بأشيك إذا كانت القيمة العددية هذه هي صفر، يعني ما عندي باقي، يعني رجع لي صفر كباقي. تمام، فرجاء نقول لي بما أنه الباقي صفر عند القسمة على اثنين، فهذا يعني أنه فعلا العدد زوجي وفعلا ليس فردي. تمام، ولكن إذا كان العدد، إذا كان رجع لي غير الصفر، تمام، فراح نقول له والله العدد فردي. هذه واحدة من استخدامات المودولس الجميلة في الإف ستيتمنت. وبرضو راح نستخدمها مرة ثانية في اللوبس.
يقول لك انه والله تقدر تبسط الاف ستيتمنتس، لكن يعني هنا عندنا اذا هنا الاف ستيتمنت يقول لك اذا لم يكن زيرو، واذا كان اكبر من صفر، واذا كان اصغر من صفر، فايش يعني؟ فاهمين كيف؟ خلاص نحطها زي كذا انه ترو، كل الاعداد اللي غير عن الصفر فهي راح تكون ترو، خلاص نحطه زي ما هو. تمام، نحط هذا زي ما هو العدد، لانه خلاص اذا هذه هي الكونديشنز حقتنا، اذا لا يساوي الصفر واكبر من الصفر واصغر من الصفر، ايش راح يكون؟ راح يكون اي شيء غير الصفر. فخلاص اي شيء غير الصفر راح يعني راح يكون عندنا ك ترو دائما، فخلاص نحطه بهذا الشكل. هذا فقط كتبسيط يعني. وهنا برضو بيقولوا لك انه اذا كان، تمام، اذا كان العدد يساوي الصفر، سوي لي هذا. ممكن برضو انه اذا كان العدد لا يساوي نفسه، تمام، اذا كان العدد ليس نفسه او القيمه ليست نفسها، يعني نوعا ما ممكن نقول انه هذه الاثنين نفس بعض. طبعا يقول لك هنا print a number only if it is an odd number. تمام، فهنا زي ما انتم شايفين ممكن اقول له اذا كان قسمه العدد هذا على اثنين ترجع لي باقي، تمام، والباقي هذا واحد، تمام، فراح يرجع لي بهذا الشكل. بس هنا مو دائما راح يكون عندي الباقي واحد، صح ولا لا؟ لانه انا عندي اعداد مره كثير. يعني مثلا لو قسمنا مثلا 900، لو قسمناها 901، تمام، 901 لو قسمناها على اثنين، نجرب الان هنا، نجرب مثلا كمثال يعني 901 قسمت اثنين، الباقي عندي ما هو واحد، تمام، الباقي عندي 450. فيفضل اذا انت كنت تبغى تشيك على الاعداد الفرديه يفضل تسويها بهذا الشكل. هذه راح تقول لك انه اي قيمه غير عن الصفر فراح ترد لك ترو، وبالتالي تنفذ لك الامر، وبالتالي يكون عدد فردي. تمام، فهنا لو نبغى نشيك اذا كان عدد فردي راح نشيل بس هذه، تمام، فكذا هنا راح يرجع لي اذا اي عدد رجع لي هنا فراح يكون فردي، لانه راح يكون غير عن الصفر. تمام، فراح نقول والله ايش، تعال اعطيني هذا الامر هنا، راح بس ابدل بينهم، تمام، راح ابدل بينهم هذا الشكل. قول لي والله انه اذا كان يرجع لي قسمه العدد هذا على اثنين ترجع لي شيء غير عن الصفر، الباقي يكون غير عن الصفر، فمعناته اكيد انه هذا العدد فردي. غير كذا اكيد العدد زوجي. طيب الان نجرب زي الان 901 زي ما قلنا لكم 901 طلعت فردي. نجرب مره ثانيه مثلا 900، تمام، طلعت زوجي. تمام، فهذا فقط برنامج بسيط بامكانكم تنسخوه وتجربوه عندكم. في شيء اسمه ternary expression، هذا يسمى بالعربي، بالعربية الفصحى، تمام، يسمى بالتعبير الثلاثي، بما انه كلمة ternary يعني ثلاثي و expression تعني تعبير. تمام، ليش اسمه التعبير الثلاثي؟ لانه هو عبارة عن if statement مبسطة فيها التعبير الاول اللي هو الكونديشن الشرط، التعبير الثاني اللي هو اذا كان الشرط ترو فسوي لي هذا، واذا كان فوس فانتقل لي للتعبير الثالث وسوي لي اياه. تمام، كتابتها بهذه الطريقه. تمام، الكونديشن نحط جنبه علامه استفهام، بعدين اذا كان عندي الكونديشن ترو فنحط هنا اللي نبغى نسويه، تمام، اللي نبغى نسويه اذا كان ترو، واذا كان عندي فوس لازم نحط اللي هي الكولن او ال النقطتين الرأسيتين، تمام، بهذا الشكل عشان نفرق بين الأشياء اللي راح تنفذ إذا كان الكونديشن ترو أو إذا كان فولس. تمام، فهنا زي ما أنتم شايفين أعطاك الكونديشن value 1 إذا كان الكونديشن ترو، و value 2 إذا كان الكونديشن فولس. هذه من الإكسبريشنز اللي شوية كذا متقدمة، وما راح يعني ما راح تضطروا تستخدموها لانه خلاص انتم عندكم طريقه للاف ستيتمنت، لكن راح تجيكم كسؤال لانه ما حيختبروا معلوماتكم في الاختبار. فكعلم كعلم لازم تعرفوا ايش النظام.
تمام. فهنا عندنا خلينا نجربها، خلينا نحول هذا الشيء إلى ternary expression. نجرب الآن، راح نقول خلينا ننزل شوية لتحت، راح نقول num 1 modulus 2 تمام. طبعا هنا إذا رجع لي أي رقم غير عن صفر، ما هذا ما هي modulus تمام، هنا راح نقول modulus 2. هنا إذا رجع لي أي رقم غير عن صفر معناته هذا الكونديشن تلقائيا true، فراح نقول طبعا نضيف علامة الاستفهام بهذا الشكل تمام. عفوا، المهم علامة استفهام بهذا الشكل. أنا أفضل أن يكون في بينها وبين الكونديشن حقي مسافة علشان أعرف أفرق تمام. هنا راح أضيف هذه اللي هي إذا كانت ترو. شوفوا الآن من فين قاعد أخذ الإكسبرشنز حقتي، هنا إذا كانت ترو، هنا إذا كانت فالس تمام. فراح أخذ من هنا، راح أوديها هناك تمام، فراح ينفذ لي هذه إذا كانت ترو. الآن لسه هذا لسه باقي القسم الأخير، فهنا راح أحط مسافة برضو، أنا أفضل المسافات دائما. راح أقول له الكولن، هذه اسمها كولن أو نقطتين رأسيتين، وراح أخذ الفولس حقي هنا تمام، راح أحطه في هذا المكان. فأنا الآن بهذه الطريقة، طبعا لا تنسوا دائما السيمي كولن في النهاية لأنه هذا أمر وانتهى الأمر هنا تمام. راح أحذف هذه، وأنا الآن بسطت اللي كان هنا خليته هنا. إذا الآن جيت أجرب البرنامج راح يشتغل معايا جدا ممتاز، راح يكون راح يعطي نفس النتائج اللي قبل. هذه أهو 901 زي ما شايفين. قد نجرب 900 صار even تمام. فهنا عندي ممكن أنا أقول condition، هنا عندي راح أسميها execution if true تمام، وهنا راح أسميها execution if false تمام. طبعا زي ما أنتم شايفين بيقول لي error وما أدري إيش، فراح أخليها كتعليق بس علشان التوضيح. زي ما أنتم شايفين هنا عندي الكونديشن اللي أبغى أشيك عليه، إذا كان عندي true سوي لي هذه لو سمحت، إذا عندي فولس سوي لي هذه، وبينهم كولن أو النقطتين الرأسيتين، ولا ننسى هذه السيمي كولن اللي هي فاصلة منقوطة تمام؟ طيب هذه بالنسبة لي الترنري إكسبرشن. نيجي لي السويتش ستيتمنت. السويتش ستيتمنت تعادل إذا كان عندنا if else if you know، عندك هنا if تمام، if هذه أول واحدة، بعدين قلنا else if هذه ثاني واحدة، بعدين مرة ثانية else if، بعدين مرة ثالثة else if تمام. إذا ما كانت كلها أعطيني else اللي هي اللي ولا واحدة من هذه سوي لي إياها، هذه عارفين إنه ولا واحدة من هذه true راح سوي لي هذه. فهذه ممكن نحولها بشكل آخر مقروء وأفضل، ولكن في عندي حد السويتش ستيتمنت ما اقدر استخدم معاها الا شيء يكون رقم. الان هنا نشوف دقيقه، هنا في لها شروط اخرى طبعا، لكن انا ابغى اوضح انه لازم يكون رقم او حرف او بوليان تمام. ف طبعا عندي مشكله اذا استخدمت اللي هي قيم فيها فواصل زي الديسيمال بوينت والدبل والأشياء هذه، وعندي مشكلة برضو إذا استخدمت array أو string تمام. ففقط أنا مسموح لي زي ما حاطين لك مثال int اللي هو رقم صحيح، أو character حرف واحد فقط، أو boolean اللي هو إما true أو false تمام. فالآن نرجع للسويتش ستيتمنت، نرجع لبداياتها. عرفنا ايش اللي يدخل مع السويتش ستيتمنت. طيب كيف نكتب السويتش ستيتمنت؟ السويتش ستيتمنت تتعامل بالكيسز، فنعرف نقول انه الكيس اذا كانت الكيس هذه، اذا كان مثلا حرف A، عارفين اذا كان اللي هنا يساوي هذا الشيء فسوي لي كذا، اما اذا كان اللي هنا يساوي هذا الشيء فسوي لي هذه.
أما وهكذا، عارفين كيف؟ أما إذا كان ولا واحد من هذه يساوي الحروف هذه، فعندي هنا برضو في شيء زيادة اللي هو الديفولت. والديفولت هو ما يعادل الإلس لحالها، اللي هو لو كان ولا شيء، لو كان ترو ف راح يسوي لي كديفولت ستيتمنت، هي من اسمها يعني، لو ديفولت، لو ما في ولا شيء من ضمن الكيسز عندي فراح يطبق هذه كديفولت. شيء اضافي برضو مهم هو البريك. البريك هي كيورد نستخدمها علشان نخرج ونغادر من كنترول ستراكشر، سواء كانت لوب، سواء كانت سويتش ستيتمنت، وفي برضو ممكن نستخدمها مع اف، بس هذه يعني ما هي ضروريه، فاهمين كيف؟ هي اكثر استخدام لها في اللوبس وفي السويتش. تمام، اذا ما في بريك، تمام، اذا ما في بريك، هو اصلا لو في بريك راح ينفذ اللي مطلوب منه وخلاص يغادر، لانه احنا ما نبغى ننفذ الباقين. تمام، احنا نبغى فقط اللي يساوي اللي يساوي هذه من الكيسز. مثلا عندي هنا letter grade كان A، راح ينفذ لي هذه وخلاص يجي هنا يخرج من السويتش ستيتمنت. ولكن اذا ما في بريك راح ينفذ هذه وما راح يلاقي بريك، فحيضطر حينجبر غصبا عنه انه ينفذ اللي بعدها، رغم انه اللي بعدها ما هي داخله معايا في الكيسز، فاهمين كيف؟ فالبريك راح تسبب لك اخطاء منطقيه، فاهمين كيف؟ فراح يعني تسبب لك مشاكل. لازم كقاعدة أساسية إنه بعد كل switch statement، بعد كل case، أنا آسف عفوا، بعد كل case عندك هنا تستخدم break. طبعا في حالة واحدة فقط ما تستخدم فيها break، راح نشرحها فيما يعني. تمام، خلينا نجرب اللي هي نظام grading. تمام، راح أنا أسوي هنا، راح أكتب طبعا character لأنه فقط هو حرف واحد. تمام، راح أكتب، راح اسمي grade، راح اقول له enter any grade لليوزر، راح اقول له grade. تمام، بعد كذا خلينا نشيل هذه، راح اقول له switch، كذا نكتب السويتش. تمام، switch بهذا الشكل، دائما نفتح لها قوسين. طبعا بعض الكومبايلرز لو تفتح قوس يسار فقط راح يكمل لك اليمين لحاله ويخليك في داخل القوس، فيمديك تكتب مباشره بهذا الشكل. تمام، نفتح لها قوس، راح نكتب grade فقط، اسم الشيء. تمام، اسم الشيء اللي نبغى نشيك عليه على شنو. تمام، بعد كذا ننزل اسفل، نفتح، هذه لازم مره ضروري نفتح، اللي هو الساندويتش حقنا. تمام، السله او الساندويتش او الصحن او اللي تسموه، اللي هي curl brackets، هذه نعملها معامله الصحن، داخلها دائما يكون في محتويات. تمام، فنحط شويه انترز كذا عشان نعبي المسافه. اول كيس مثلا ممكن نحط زي كذا، طبعا تكتب كلمة case ثم قيمة الشيء المتوقع مباشرة، لو كان رقم راح تكتب رقم زي كذا case 10 مثلا. تمام، تحط بعدها اللي هي colon، بس أنا بالنسبة لي الجريد حرف، راح أقول زي كذا single quote، راح أقول مثلا A، وراح أقول له والله طلع لي للمستخدم see out إنه ناجح مثلا. تمام، راح أكتب مثلا دقيقة هنا إيش كاتبين، يعني زي excellent و good و very good والأشياء هذه، خلينا ننسخها من هنا مباشرة. تمام، وراح اقول له بريك. حلوين؟ طيب، بعدها ابغى اسوي، انا طبعا احب دائما انه اعيد نسخ اجزاء معينه من الكود علشان اسرع على نفسي واسهل على نفسي، فراح اقول له والله سوي لي زي كذا مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه، لانه انا عندي 4 grades. راح اقول له هذه راح تكون B، هذه راح تكون C، هذه راح تكون D، اتوقع في D وفي D. يعني راح اقول له very good، يعني راح اقول له average مثلا، هو average ولا بس good. تمام، good، وهنا راح اقول له adequate. تمام، اذا ولا واحده من هذه راح نقول له والله default. اذا ولا واحده من هذه، كلمه default يعني كذا، يعني اذا ولا واحده من المذكور سوي لي
قول له مثلا سي اوت فيل، او مثلا ممكن تقول له ايرور، ايرور مثلا انكوركت جريد وهكذا. تمام، طبعا دائما دائما لا تنسوا البريك، دائما لا تنسوا البريك. تمام، هنا شوي نقلل المساحة، و هنا طبعا زي ما انتم شايفين نسينا السيمي كولن. تمام، فنجرب الآن. عندي A B C D، راح أجرب أحط J. تمام، شوفوا إيش قال لي، error incorrect grade، لأنه J ولا من الأشياء اللي إحنا هنا حددناها، فديفولت على طول يوديك الديفولت. إذا كان ولا شيء من اللي أنت حددته يوديك الديفولت، يقول لك incorrect، أو يطلع لك الرسالة أو يسوي لك اللي تبغاه. ممكن تقول له break لحالة. تمام، ممكن تقول له default وبريك على طول، فإنه خلاص ما تبغى تطلع رسالة بس إنه تبغى تطلع المستخدم من الشيء هذا، عادي براحتك. تمام، هي البرمجة بس علشان تخدمك أنت وتساعدك وهذه الأشياء، فأنت يعني سيدة برنامج زي ما يقول. تمام، فنجرب الآن نحط دي. الله يعني يبعد الدي عننا وعنكم إن شاء الله، وما حد يجي دي بإذن الله تعالى. فشايفين كيف هنا قايلين إنهم adequate، بس إحنا بالنسبة لنا كـ UTM توقع الدي fail، توقع الدي minus، الدي minus والدي fail والدي plus هي اللي يعني على شفا الحفرة زي ما نقوله. وإن شاء الله جميعا فالكم الـ A، نجرب الـ A هنا نقول له والله excellent. تمام، فهذه هي switch statement بكل اختصار. طبعا هنا يقول لك والله check the value، لما تحط هنا الاكسبريشن حقك اللي هو هذا يشيك لك على القيمه، فهذه هي الفورمولا حقت السويتش ستيتمنت، ممكن تتبع هذه كفورمولا او كبلو برنت. تمام، هنا يشرح لك عنها البريك، يشرح لك البريك وين يوديك، يوديك لنهايه هذه ويخرجك خارج السويتش زي ما انت شايف، بريك وهكذا. زي ما هنا في بريك، بريك، هذه النقاط اللي تكلمنا عنها انه ما يصير تكون موجوده، ما يصير يكون عندي لاست سترينج ولا عدد غير صحيح غير انتجر. طبعا ما اقدر احط فاريبلز برضو، يعني ما اقدر احط مثلا عارفين، ما اقدر احط مثلا كاركتر، ممكن اقول اكس، ممكن اقول تيست. تمام، اي مثلا يعني. تمام، ما اقدر اجي اقول له تيست هنا، ما اقدر احط اسم الفاريبل، راح يقول لي ايرور زي ما انتم شايفين. تمام، في الكيسز فقط قيم كونستنت، هذه اللي زي كذا، هذه القيم اللي كذا تجي عريانه زي ما يقولوا، او نيكد فاليوز يسموها كونستنت. تمام، فكده تجي بهذا الشكل، يعني غير naked value، يعني ما فيها، ما هي داخل variable. تمام، فأنا لازم كلها تكون naked values، ما أقدر أحط اسم variable هنا، وبرضو ما أقدر أحط اللي هو a defined constant. إذا عندك أنت constant أصلا زي عندك هنا مثلا pi، ممكن أقول له والله pi. تمام، ممكن أقول له pi لأن هو أصلا عندي موجود. تمام، بس طبعا الباي هنا اللي انا مسجله يعتبر من نوع فاصله، فزي ما قلت لكم ما ينفع تكون في عندك فاصله في الموضوع في سويتش ستيتمنت، فنشيلها. هنجرب الان زي ما انتم شايفين قبل الباي بالنسبه لي. تمام، فممكن نستخدم اللي هي طبعا زي ما قلت لكم كونستنت، اي شيء كونستنت، اذا فاريبل كان وما في له كلمه كونستنت او ما كانت كقيمه عريانه زي كذا، قيمه نيكد فاليو، فما أقدر أستخدمها إذا كانت لا هي naked value ولا constant. تمام، فراح أرجع الـ A. وهنا يقول لك a memory constant is okay. طبعا إذا كان في طبعا في memory constant اللي هو يجيك زي كلمة null زي كده، هذه اسمها memory constant، قيدها معرفة في الكمبايلر حقك نفسه، في الكمبيوتر نفسه، هذه تساوي صفر، هذه الكلمة هذه تساوي صفر، فممكن أحطها هنا، يعني عارفين كيف؟ ممكن أي constant عندي أحطه هنا نوت بهذا الشكل.
عاملين كيف اي كونستنت موجود عندي، سواء انا حاطه في فاريبل اصلا، عاملين كيف في اسم، او كاتبه بهذا الشكل، يعني كاتبه بشكل هذا بدون ما يكون في داخل فاريبل. اما فاريبل لحاله بهذا الشكل بدون كونستنت، بدون زي كذا، بدون كذا، يعني انا لو انا هذه موجود في كونستنت اقدر على طول احط كلمه تيست، تمام، حتزبط معايا، حتقبل، حيقبلها، تمام. الان التست تساوي اي، صح ولا لا؟ فالان نجرب اي، راح يقول لي اكسلنت، تمام، لانه قارنها مع اي، انا صح هنا معرفها ككونستنت، لكن لما اشيل راح يقول لي اشوف ممنوع، فارجعها. ان شاء الله تكون الفكره وصلت. اما هذا طبعا هذا يقول لك شايفين زي ما انتم شايفينه var 3 هذا variable ما هو constant، فاهمين كيف؟ فما قبله، لا يمكن ان يقبل لانه ما هو constant ولا هو قيمه زي كذا صفر لحالها او قيمه لحالها، تمام. فالديفايند constant اللي هو النول، زي هذا، زي النول هذا هو الديفايند constant اللي اصلا موجود من اول، memory constant هذا اسمه، والديفايند constant اللي هو احنا نسويه نعرفه بهذا الشكل، تمام. او ممكن قيمة عادية ولكن لا يقبل المتغيرات. طبعا عندك، اتوقع عندكم في تيست 1 في قسم من الاقسام راح يجيكم تترجموا الفلو شارت، تترجموها الى كود، وهذه جدا سهله وجدا حلوه، وانت يعني انت كشخص في المستقبل اذا راح تصير مبرمج باذن الله تعالى راح تستخدم الفلو شارت انت وفريقك كبدايه حتى قبل ما تبداوا بالكود، تمام، لانه برامج راح تكون جدا كبيره، والفلو شارت يعني راح تكون جدا جدا متشعبه. يعني انا شفت فلو شارت في الانترنت يعني فعلا كانت جدا كبيره، ما حقدر اعرضها الان، ولكن يعني مهارة انك تترجم الفلو شارت الى 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 كود، هذه مهارة جدا ممتازة وجدا مهمة تتعلمها وسهلة ايضا. يعني زي ما انتم شايفين هنا اذا في عندك خيار، زي ما انتم شايفين اختيار بين true or false، هذه بكل بساطة if statement. وممكن برضو اذا عندك switch، زي ما انتم شايفين هنا برضو if statement، ابغى اشوف بس السويتش. اهو زي ما انتم شايفين هنا عندي خيار يجي يخير البرنامج، كل سويتش يعطيك ترو اور فولس، زي ما تتذكروا يعني يشيك لك اذا هذه الفاليو، اذا هذه تساوي ما يوجد هنا، فاحنا راح نقول انه هي ترو، تمام، راح نطبق هذه، اذا ما هي لا تساوي راح نقول انه فولس ونكمل طريقنا الى ان نصل الى نهايه السويتش. فهذه هي الطريقه في الترجمة الفلو شارت الى سويتش. اذا شفتوا عده خيارات ورا بعض وكل خيار في له خيار ترو اور فولس، تمام، وبعد الترو يوديكم للنهايه بهذا الشكل، تمام، لان هنا عندي بريك، تذكروا فاكرين البريك، فانا اكيد اي ستيتمنت راح اشغلها راح اسويها خلاص ما عندي فرصه ارجع لقبل، خلاص انا على طول راح يوديني بهذا الشكل الى نهايه السويتش، تمام. فهذه هي هذه هي طريقه انك تعرف او تكون فطين وتعرف ايش الـ ايش الـ ايش المعنى من كل فلو شارت، كيف الطريقه، كيف طريقه العمل، وفي دماغك في راسك طبعا الفلو شارت راح تساعد جدا انك تتصور الـ الكود هذا، ولا يكون مجرد كود بالنسبه لك، فاهمين كيف؟ هنا عندي برضو نفس الشيء، هذه بالضبط، هذه تعادل السويتش، تعادل اللي صاير معي هنا في السويتش، هذه نفس هذه زي ما انتم شايفين نفس الشيء. يعني هي سويتش تغنيك عن انه والله else if else if else if، خلاص عندك هنا سويتش وخلاص، كيس 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 خلاص زي ما انتم شايفين، تمام. عندي طبعا هذه برضو ممكن نحولها الى سويتش، برضو نفس الكلام، بس في بعض الاحيان زي ما قلت لكم اذا كان ما هو لا انت ولا كان بول بوليان ولا كان كاركتر، فما راح تستخدمه، ما راح تقدر تستخدمه كسويتش، فراح تضطر
تخلي حتى لو كانت عندك الفلو شارت بهذا الشكل، اذا كانت البيانات عندك لا تقبل انها تكون في سويتش فلا تترجمه الى سويتش. تمام، هذه كنقطه اضافيه. تمام، طيب الان نجي للقسم الاخر من هذا الفصل، وان شاء الله من بعده نكون خلصنا فصل كنترول ستراكشرز، الفصل الثالث اللي داخل في اختباركم. اللوب طبعا هي تعرف باسم لوب او ريبيتيشن. ريبيتيشن هي الشرح حق هذه الكلمه، هي فقط احنا قاعدين نعيد تكرار امر معين في داخل البرنامج. تمام، طبعا السؤال هو اذا احنا دخلنا لوب كيف نخرج من هذا اللوب؟ لانه على فكره ترى بعض الاحيان بعض اللوبس اللي انت ممكن تسويها اذا ما حصرتها كويس وما زبطتها ممكن في بعض الاشياء تسويها او في بعض الانواع من المدخلات تدخلها وتدخلك في لوب لا نهائي، تظل يعني بشكل لا نهائي تعيد تعيد تعيد، وخصوصا اذا كان انت ما عندك شيء تظهره لليوزر زي مثلا سي اوت او شيء، فراح يظل البرنامج كذا شاشه سوداء معلق ولا راح يتفاعل معك، هو يكون اصلا عالق يعني معلق او عالق جوه لوب. فهنا كيف نحل مشكله انه ما نبغى نظل عالقين داخل لوب؟ لانه اي برنامج زي ما قلنا انه احنا السي بلس بلس تجي بالاسطر سطر ورا سطر. تمام، فاذا احنا مشينا سطر ورا سطر وخلاص صرنا داخل اللوب ما في شيء يعني يخرجنا منها. فعلشان نخرج من اللوب لازم نضيف condition اللي هو شرط. تمام، وزي ما اتفقنا يا حبايب الcondition دائما دائما كلمة condition عندي يعني منطق، يعني true or false، يعني and or، يعني لا يعني equals and not equals and all of that. تمام، وكل ما يخص هذا الشيء كل شيء رجع لي true or false. تمام، فعندي هنا مثال لللوب. اللوب مكون من body اللي هو جسم اللوب أو محتوى اللوب، مكون من الشرط، ومكون من اللي هو فقط هذه الجزئين البادي والكونديشن. طيب الآن نجي لأنواع اللوب. طبعا في شيء عندي اسمه pre-test و post-test، هذه الأشياء هذه بكل اختصار. البريتست اذا كان عندي الكونديشن في البدايه، والبوست تيست اذا كان عندي الكونديشن في النهايه. تمام، الفرق الوحيد انه اذا كان عندي الكونديشن في النهايه زي ما انتم شايفين هنا هذه بوست تيست، فالبرنامج اول تكرار لهذا اللوب راح يدخل فيه غصبا عنه، يعني راح احنا عندنا هنا البادي راح يتم تنفيذه كاول مره يعني بشكل اجباري، لانه احنا ما راح نكون وصلنا الى الكونديشن، فالكونديشن راح يتم التشيك عليه بعد البادي وليس قبله. وهذا هو الفرق ما بين البوست تيست اللي هو زي ما انتم شايفين هنا، او البري تيست اذا كان قبل. اذا كان في البري تيست البرنامج راح يمشي بهذا الشكل، راح يشوف انه هنا في كونديشن، اذا كان ترو راح يكمل فيه. تمام، راح يسوي البادي. في داخل البادي في اشياء راح تغير من هذا الكونديشن، فكل مره نعيد، كل مره اذا كان الكونديشن لا يزال ترو راح نعيد نفس الاجراءات الى ان يصير الكونديشن فولس، راح نخرج. نفس الشيء هنا، اول هنا فقط البريتست فقط الميزه انه البادي راح يتنفذ لاول مره فقط، بعدها راح يوصل للكونديشن يشوف اذا هو ترو اور فولس، اذا كان فولس راح يكمل، اذا كان ترو راح يعيد راح يعيد راح يعيد الى ان يصير فولس. تمام، فهذه هي الفرق، هذا هو الفرق الوحيد. اذا اقول لك طبعا كلمه لحالها كلمه بوست وبري، الشباب اللي يلعبوا في النوادي زي كذا احيانا ياخذوا بري ورك اوت، انا كذا ربطتها. تمام، فبري ورك اوت هو مكمل يعطيك طاقه قبل التمرين، فتشربه قبل التمرين فعشان يعطيك طاقة ويعطيك اللي هي هذه الأشياء يعني. ف
فيسموه بري ورك اوت اللي هو ما قبل التمرين، مكمل ما قبل التمرين. فهي نفس الكلام بري تيست يعني يختبر الكونديشن قبل ما يبدأ في اللوب، والبوست كمان في ترى مكملات يسموها بوست ورك اوت يشربوها الرياضيين بعد التمرين عشان تعوض المعادن المفقودة وهذه الأشياء. فهنا عندنا برضو بوست ورك اوت أو بوست تيست، تمام؟ فهذه فقط طريقة يعني أنا حبيت ربطها. طيب هذه هي البوست تيست. دقيقة. تمام. هنا برضو يشرح لك زيادة عن الأجزاء اللي تنضاف زيادة لللوبس أحيانا، بس هي ما تكون دائما أساسية، لكن يعني في الغالب تكون موجودة. ضفنا هنا جزئين اللي هو الانيشاليزيشن. في الغالب القيمة إحنا عندنا دائما قيمة زي قيمة حارسة أو قيمة دائما هي اللي تتغير وتكون داخلة في الكونديشن، ونبدأها في الانيشاليزيشن. طبعا يتم تحديثها في الابديتنج. هذه هي فقط باختصار انه الانيشاليزيشن هي القيمه اللي احنا نشيك عليها هنا، تمام؟ تمر داخل البادي، يصير عليها اشياء، بعد ما نخلص من البادي نعطي امر انه يتم تحديث القيمه هذه، سواء نزود عليها واحد او ننقص عليها ننقص منها واحد او على حسب اللي نبغاه. ثم نعيد نشيك نشوف هل احنا وصلنا الكونديشن اللي نبغاه ولا لا. اذا ما وصلنا نعيد مره ثانيه، يظل في ابديتنج الى ان يحقق الكونديشن يصير فولس، بعدين نخرج، تمام؟ هنا نفس الكلام، نفس الكلام بالضبط، البري تيست والبوست تيست. طيب هنا يشرح لك عنه، بامكانكم تقرا هذا الكلام فيما بعد، هذا تكلمنا عنه قبل شويه. طيب هنا يشرح لكم شرح بسيط. طبعا هنا هذه بري تيست لوب، فهنا عين، نزوم شويه، هنا عين 10 لN. بعدين الشرط عندنا دائما الشرط يكون الانيشاليزيشن يكون داخل في الشرط. يعني احنا القيمه اللي هنا N عندنا، هذه الانيشاليزيشن برضه الN الموجوده عندنا هنا في الشرط، فاهمين كيف؟ هي الانيشاليزيشن والابديتنج كلها فقط عشان تتحكم في اللوب حقتنا، وتتحكم متى يتم تكرار اللوب ومتى يعني نخرج من اللوب، تمام؟ هذه هي هذا هو الهدف من الانيشاليزيشن والابديتنج، تمام؟ فانا عندي يقول لك ان يساوي 10، اذا كانت ان اصغر، اذا كانت ان اكبر من الصفر ترو، سوي لي اطبع لي ان. بعدين ابديتنج هنا نقص لي من ان واحد، قبل شويه الان ذكرنا ننقص واحد او نزود واحد، تمام؟ فهذه اللوب راح تظل تنقص واحد الى ان تصل الى الصفر، والصفر لا يحقق شرط انه اكبر من الصفر، تمام؟ فمجرد ما هذه تصير فالس راح تخرجني، فهذه راح تطلع لي ارقام ما بين 10 الى 1، تمام؟ زي ما هنا راح نشوف فيما بعد. طبعا عندي انواع اللوب، عندي 3 انواع رئيسيه مهمه جدا جدا، وراح تستخدمها في كل حياتك في البرمجه، والى الان انا في بي تي 2 ونستخدم اللوبس يعني بشكل جدا جدا مكرر وبشكل جدا اساسي، وهي واحده من الادوات الاساسيه للبرمجه عندك انت كطالب برمجه وايضا كمبرمج. عندي الوايل لوب، وعندي الفور لوب، وعندي دو وايل لوب. دو وايل لوب والوايل لوب تقريبا زي الاخوان، تمام؟ الفور لوب هذه زي كذا زي السيد لحالها، يعني نظامها لحاله، تمام؟ أول شيء نشوف الوايل لوب. الوايل لوب هي دائما بريتست لوب، لأنه إحنا أول شيء نشيك عليه هو الكونديشن، ثم ننفذ الأكشن الموجود عندي، بعدين ندخل في الأبديتنج، بعدين نرجع للكونديشن مرة ثانية إلى أن يصبح الكونديشن فالس. لن ندخل إلى اللوب إلا إذا كان الكونديشن ترو، ولن نستمر فيها، يعني ما راح نكمل نعيد في اللوب إذا كان الكونديشن فالس، تمام؟ إذا كان فالس ما راح يكمل، إذا كان ترو راح يظل في اللوب إلى أن يصبح فالس، تمام؟
فأنا عندكم مثال هنا الانيشاليزيشن في الغالب يكون خارج اللوب بالنسبة للوايل والدو وايل لوب. تمام، هنا عندي إذا كان نفس اللي شرحناها، هذه هي نفس اللي شرحناها قبل شوية، هي هذه نفسها ولكن مترجمة إلى كود. تمام، فراح نشيك طالما، تمام، طالما n أكبر من صفر اطبع n، سوي لي n وازود نقص لي واحد من n واعيد اللوب مرة ثانية. تمام، إلى أن تصبح n لا تحقق هذا الشرط. فأنا عندي نشوف 10 9 8 7 6 إلى أن وصلنا إلى واحد. بعدين هنا شوفوا هنا واحد، تمام، طبعا أنا واحد ثم نقص واحد من الواحد صار صفر. فلما جينا عند اللوب is n more than zero true or false، راح نقول false، راح نخرج من اللوب. هذه بالنسبة للوايل لوب بكل اختصار. تمام، وممكن على طول ننسخ نفس هذا الكود ونجربه عندنا على برنامجنا، راح تلاقوا انه يعطيكم نفس ال هذه، بس اغيرها حطينا مسافة. تمام، راح نعطينا، راح ناخذ نفس الاوتكم. طيب راح نقول انت. تمام، زي ما انتم شايفين طبعا لي من 10 نفس الاوتبوت اللي هنا موجود، طبعا لي من 10 الى 1، ولما وصل الى 0 ما قدر يطبع لي اياه لانه هو اصلا خارج الكونديشن حقنا. تمام، فطبعا هنا دائما في البارانثيسيز عندي في الاف ستيتمنت وعندي في الوايل والدو وايل دائما لازم يكون عندي شيء اللي هو تشيكينج، اللي هو كونديشن دائما نشيك عليه نقول اذا هو ترو اور فالس. تمام، فهذه مبدا اساسي، هذه من ابسط انواع اللوبس. طبعا زي ما قلنا بري تيست لوب وهكذا. انا ما راح اشرح الفور، راح اشرح الدو وايل اول، بعدين نخلي الفور اول شيء، نخلي الفور اخر شيء. تمام، الدو وايل بكل اختصار زي ما شرحنا اول هي بوست تيست لوب. ايش يعني؟ يعني اول شيء البرنامج راح يبدا بهذا الامر، ثم راح يكون عندي التشييك او التشيكينج او الكونديشن. تمام، فنظامها كيف؟ بكل بساطه هي كانك قاعد تخاطب البرنامج باللغه الانجليزيه، قاعدين نقول له دو، نفتح ال احب اسميها السله او الكيرلي براكتس عندنا زي كذا. تمام، نكتب اوامرنا هنا جوا، ثم في النهايه ركزوا هنا راح نضيف اللوب الوايل، معلش كلمه وايل راح نضيفها هنا في النهايه. تمام، ونفتح قوسين نضيف مثلا اذا عندي انا والله انا ابغى اكبر ان اكبر من صفر. تمام، ولا ننسى ابدا ابدا هنا في سيمي كولن الان، هذا الشيء الجديد. تمام، هذه هي دو وايل لوب بالنسبه لي. هنا طبعا في هنا في الوسط في اوامر، خلينا نجرب. تمام، خلينا نجرب. طبعا الانيشاليزيشن برضو برا، اذا كان جوا راح يعيد، يعني راح اذا حطينا مثلا n equal to 0 راح يبدا من هنا. تمام، وراح يسوي هذه الاوامر، ثم راح يرجع راح يعيد تسجيل 10 داخل n، فانا ما استفدت شيء. تمام، هذا اذا كان الانيشاليزيشن داخل اللوب، فانا راح اخليه خارج اللوب. طيب الان ايش راح يصير؟ البرنامج راح يكون ماشي، راح على طول. تمام، على طول راح يطبع n. تمام، ما راح يشيك اذا n اكبر من صفر، وما راح يشيك اذا n اقل من صفر. تمام، ما راح يشيك ولا شيء، راح يطبع لي n على طول زي ما انا هنا حاطها، زي ما هي هنا راح يطبعها. تمام، لان هو دخل على اللوب اصلا بدون ما يشيك. تمام، فهنا n، هنا الكونديشن عندي مو هو اكبر من صفر، خلينا اجرب احطها صفر، او خلينا احطها سالب 10. تمام، طيب نشوف انا ايش هيطبع لنا، سالب 10 فقط وتوقف عندها، لانه وصل هنا طبع سالب 10، بعدين وصل هنا نقص واحد، نقص واحد من n. تمام، بعدين جاي شيك قال له هل n اكبر من صفر، بعدين راح شاف قال له اوه n سالب 9 اقل من صفر بمراحل. تمام، فخلاص على طول خرج البرنامج. تمام، فهذا هو الفرق ما بين الوايل لوب والدوال لوب، هو فقط التشيكينج عندنا او التحقق او الكونديشن حطيناه في الاخر،
مما يعني انه سيسمح للبرنامج انه راح يدخل اول تكرار بدون ما يشيك، بدون ما يشيك على اي شيء. تمام، هذه هي الدو وايل لوب. طيب نجي للفور لوب. تمام، الفور لوب بكل اختصار احنا عندنا الدو وايل لوب، طبعا راح تعمل راح تسوي اللوب الى عدد لا نهائي حتى يخالف الشرط. راح تظل تسوي اللوب، تسويها الى ان يصبح الشرط اللي هنا يصير فولس. فانا ما اعرف كم عدد التكرارات، ممكن مثلا بعض اللوبس لان اسويها ممكن اسوي لي 10 تكرارات، ممكن اللوب اللي هنا مثلا راح تسوي لي تكرار واحد او تكرارين. تمام، فانا ما اعرف كم تكرار راح تسوي لي. however او على النقيض، تمام، الفور لوب تمكنني اول شيء تمكنني اني اختصر يعني اختصر اوامر كثيره في سطر واحد، وبنفس الوقت تمكنني اني اسوي اللوب لعدد معين من التكرارات. تمام، بدون ما يشيك على شيء، هو فقط قاعد يشيك انه على عدد المعين. تمام، فهي كيف نظامها الفور لوب؟ اول شيء نشوف هنا عندي الانيشاليزيشن هنا، تمام، اللي هو هنا. خليني ارجع لل وين الوايل لوب الاول البدائيه. تمام، هذه الوايل لوب عندي اند. تمام، ابغى اختصر هذه بس ابغى تسوي لي عدد معين من التكرارات، ما ابغى تطبع لي من 10 الى 0، من 10 الى 1، ابغى تطبع لي من 10 الى 7 خلينا نقول. تمام، فايش اسوي؟ طيب اقدر استبدل، اقول زي كذا عندي هنا الانيشاليزيشن اللي هي هذه، نحطها في اول امر، بعدين ثاني امر نحط الكونديشن اللي هو الشرط، ثالث امر نحط الابديتنج اللي هو في الاخر، واخر امر اللي هو الاوامر اللي قاعدين نكررها احنا راح نحطها هنا في هذا الشيء، بهذا في الصحن عندنا. تمام، او في السله او في الكيرلي براكتس. طيب خلينا نسوي فور لوب. فور، تمام، تقول فور اول شيء تعطيها parentheses. هذه دائما دائما البارنثيسيز في اللوبس معناته اللي داخل هنا راح يكون اما شيء يعطيني true or false او اوامر معينه يعني لها خاصيه معينه في اللوب. انا بالنسبه للفور لوب عندي ثلاث اوامر داخل البارنثيسيز. تمام، عندي امر الانيشاليزيشن اللي هو هذا، فخليني انسخه زي كده اوديه الى داخل بهذا الشكل. تمام، هذا الانيشاليزيشن، احط مسافه. عندي الابديتنج، تمام، انا ايش ابغى اسوي؟ تمام، معليش الابديتنج في النهايه، معليش هذا ايش ابغى اسوي في بالنسبه للشيء اللي عندي هنا، هذا في النهايه. فانا اول شيء عندي هنا معليش الكونديشن. تمام، اول شيء عندي الانيشاليزيشن، بعدين عندي الكونديشن اللي راح تشيك عليه اللوب باستمرار اللي هو هذا. تمام، هذا اللي يرجع لي اما ترو اور فولس، راح اشيله احطه هنا. طبعا لا ننسى دائما في سيمي كولون بالنسبه للفور لوب، دائما في سيمي كولون بعد كل جزئيه. تمام، الان نجي للابديتنج. تمام، اذا انا ابغى نفس الشيء اللي عندي هنا نفس الابديتنج هذا، فعلى طول خلاص شيلوه زي ما هو. ممكن اقول انا بهذا الشكل يعني احطه هنا بهذا الشكل. تمام، ممكن برضو استخدم المتطور الاكسبرشن المتطور اللي هو يسموه كومباين اساينمنت بهذا الشكل، وامسح الان. تمام، ممكن يعني عشان اسهل نفس القراءه، بعدين اسوي بهذا الشكل، وباقي اللي عندي هنا اودي بهذا الشكل. هذه هي الاوامر اللي راح تكررها. الان كيف النظام، كيف نظام الفور لوب؟ اول شيء اول امر تبدا فيه هو هذا. تمام، هي راح تبدا تقرا هذا الامر، بعدين راح تبدا معايا تشوف هل هذا الامر اللي هنا الانيشلايزين يتوافق مع الـ condition. اذا نعم، اذا ترو، سوي لي اول تكرار. تمام، فالفور لوب تعتبر برضو نوع من انواع البري تيست لوب زي ما انتم شايفين هنا في الكونديشن اول شيء. تمام، البري تيست لوب، بعد ما شيك لي من الكونديشن حقق لي هذا. بعد ما حقق لي هذا الشيء، لو انتم فاكرين في الوايل لوب الابديتنج كان اخر شيء. تمام، فنعم
حتى هنا عند الابديتنج يتم اجراءه اخر شيء، يعني هنا خلاص خلصت الاوامر كلها، هنا راح يتم الابديتنج، بعدين يرجع للكونديشن وخلاص الانيشاليزيشن عندي خلاص تم اجراءها، هذا يتم اجراءه لمره واحده فقط في بدايه اللوب. بعد كده اللوب حتكون ما بين ابديتنج وما بين حتشيك على الكونديشن. تمام، خلينا نشوف الان. طبعا طلع لنا نفس الشيء، نفس الاجراء او نفس الاوتبوت. تمام، طيب انا ابغى انه اللوب هذه ما انا ابغاها تسوي لي عدد معين او تسوي عدد معين من التكرارات. تمام، فهنا تقريبا سوينا 10 تكرارات. تمام، فهي 10 تكرارات. في صيغة أحسن للفور لوب، وهي دائما الصيغة الشائعة اللي راح تشوفوها خلاص لما يتبقى من السمستر ولما يتبقى من السنين الدراسية وأي استخدامات للفور لوب، لأنه هي استخدامنا لها راح يكون أنه نعيد أمر معين لعدد معين من المرات. تمام، فراح يكون بهذا الشكل. تمام، ركزوا، راح نقول int i وراح نعين ال i. مبدئيا القيمة اللي نعينها ل i تكون صفر. تمام، في الغالب تكون صفر لأنه إحنا نبغى نبدأ من الصفر. وهنا راح نقول i، وراح نقول i is less than، وهنا نحط عدد المرات اللي نبغى نسويها. تمام، فإحنا كم نبغى نكرر هذا اللوب؟ نبغى نكرره مثلا 15 مرة. تمام، فهنا نحط 15. طبعا إذا تذكروا لما كنا نستخدم معلش المهم لما كنا نستخدم لما وريتكم الاف ستيتمنت كيف انه والله less than equals يدخل ال 15 معايا في الرينج، لكن انا هنا بدات من صفر. تمام، فخلاص ما احتاج الايكوالز، راح يبدا عندي من الصفر الى العده، يعني من صفر من اي صفر الى اي 14 راح تكون كلها بالمجمل 15 تكرار. تمام، وفي سبب ثاني برضو لاستخدام الاي كصفر راح تعرفوه بعدين اذا درستوا chapter 5 اللي هو chapter array. تمام، array. وهنا في الابديتنج عندي بكل بساطه اي بلس بلس، لان انا ابغى ازود كل مره، ابغى ازود الاي. تمام، هنا ممكن اسوي له سي اوت، والله يسوي لي طبعا انا راح اعين ان راح اخليها ك10 او تصدق ابغى اخليها string، ابغى اقول انه هذا string test، ابغى اخلي string هذه تقول لي انه والله احنا سوينا repetition. تمام، فانا راح اقول repetition، توقع repetition. تمام، repetition. تمام، يعني تكرار. طبعا لا ننسى السيميكولون. طيب نشوف الآن، راح نحط التست هنا. طيب نشوف كم تست عندي، راح يطلع عندي 15 كلمة repetition. تمام، زي ما انتم شايفين لو عديتوها 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هذه 3 خمسات يعني 15. تمام، في حركة ثانية، إذا أنتوا ما تبغوها، ما تبغوا الشيء هذا يطلع بهذا الشكل في سطور متواصلة، ممكن تسووا حركة إنه والله تضيفوا هنا end line. تمام، فراح تلاحظوا إنه والله راح تجيني الآن كلها مفرقة بالسطور بهذا الشكل. تمام، فهذه عندي طريقة استخدام الفور لوب. فالفور لوب عندي لو أنا الآن لو أنتوا تستخدموا فيجوال ستوديو، لو كتبتوا كلمة for وضغطتوا على tab راح يدخل لكم شيء اسمه code snippet. هذه زي قطعة كود جاهزة لأنك تعوض فيها مباشرة، فاهمين كيف؟ فلو أنا الآن ضغطت tab راح يدخل لي الفور لوب مباشرة. فهنا زي ما أنتم شايفين هذه هي الفورميلا حقتي. فأنا عندي size راح أقول له والله أنه هذا int. تمام؟ راح أخليه int i صفر زي ما هو صفر. هنا length كم مرة، كم إعادة أو كم طول اللوب،
كم إعادة أبغى اللوب هذه تتكرر، وممكن أقول والله مثلا أبغى اللوب هذا يتكرر 10 مرات، فأنا أحط رقم 10، بس لازم هنا يكون عندي أصغر من، تمام؟ طبعا إذا غيرته في الأصغر من هذه يعني ممكن تلاقوا نتائج ما تتوقعوها، يعني ممكن مثلا أصلا ما تشتغل اللوب، وممكن تكون نتائج غريبة يعني. فدائما يفضل إنه تستخدم هذا الشيء. وبالمناسبة I يعني index، فكلمة index لها معاني كثيرة، منها إنه رقم ممكن إحنا نتبعه، أو الإندكس برضو لما راح تدرسه في الأري حتعرف إيش معنى الإندكس، هو رقم العنصر في الأري، بس هذا فيما بعد، تمام؟ وعلى فكرة راح تستخدم الفور لوب في الشابتر الخامس برضو، اللي هو شابتر الأري، تمام؟ هذا هو، وراح أقفل هذه كلها، تمام؟ هذه بالنسبة للفور لوب. أتوقع كذا خلصنا من اللوبس زي ما أنتم شايفين. طيب هنا عندي في عدة أشياء، في عندي اللي هي break و continue و return و go to، هذه يسموها jump statement، هذه تخلينا نقفز في البرنامج، تمام؟ أنا ممكن أقول للفور لوب هذه إنه والله شيكي لي إذا الـ I وصل، مثلا نقول لها if I equals to لو نقول له لو وصل 5، تمام؟ 5 راح يكون التكرار السادس، لأنه إحنا بدأنا من الصفر، تمام؟ فإذا الآي وصل 5 أبغاكم تسووا لي بريك، خلاص أنا أبغى أخرج، ما أبغى هذا اللوب هذه ما أبغاها تكمل، تمام؟ إذا وصلت 5، فراح عادي بكل بساطة راح أخلي السي أوت عندي زي ما هو، راح أخليها تيست زي ما هو، راح أعطيها end line، تمام؟ ونشوف الآن كم تيست حيطلع عندنا، راح يطلع عندنا 5 تيستات، تمام؟ نشوف الآن زي ما أنتم شايفين طلع معانا فقط 5 تيستات، بينما إحنا ترى الشرط حاطين حقنا الكونديشن 10، تمام؟ ولكن البريك هنا زي ما استخدمناها في السويتش ستيتمنت برضو تستخدم في اللوبس، وهي تساعدك في الخروج من اللوب، توديك هنا مباشرة للكيرل براكت هذا، توديك خلاص تخرجك من اللوب. فإحنا لما وصلنا هنا الآي 5، طبعا كل ما له يزيد التكرار الأول زاد 1، التكرار الثاني زاد 2، إلى التكرار الخامس زاد 5، خلاص وصل رقم 5، خلاص خرجني من اللوب. لو أنا الآن أشيل هذه راح يطلع لي عندي 10 زي ما هو طبيعي، زي ما أنتم شايفين عندي 10 repetitions، ولكن لما ضفت الشرط هذاك الآن استخدمنا زي ما شفتوا if statement داخل loop، فيعني هذا شيء يعني رهيب، فاهمين كيف؟ الجمال في البرمجة إنه هي معقدة، يعني تقدر تستخدم شيء داخل شيء وهذا وزي كذا، وحنستخدمه فيما بعد برضو loop for loop داخل for loop عشان برضو في الأري والأشياء هذه. بالنسبة لي continue هذه لو ضفناها هنا، خليني أعيد الأوامر هذه، طيب لو حطينا هنا continue، تمام؟ أي هنا عندي مثلا أوامر، تمام؟ إذا الآي عندي وصل يساوي 5 راح يقول له continue، هي راح يوديها يسوي التحقق من الكونديشن في أي لوب من اللوبس من آليات التكرار، تمام؟ أي لوب لو حطيت فيها continue راح يطنش الكود اللي أسفل، وراح ينتقل مباشرة إلى الكونديشن علشان يشيك عليه، كأنه خلاص أتجاوز، يعني كأنه ما كمل التكرار كامل، لا اقتطع التكرار وراح كمل التكرار اللي بعده مباشرة، اللي هو راح يشيك على الشرط، تمام؟ فخلينا نجرب، أبغى أقول له سي أوت، أبغى أجرب أنا if continue نشوف، أبغى أجرب حاجة زي مثلاً see out، راح أقول له زي كده، راح أقول له this will not show on the fifth repetition، تمام؟ فالآن هذه معناها إنه وقت ما نوصل التكرار الخامس ما راح يظهر، هذه ما راح تخرج، ما راح تطلع لنا، تمام؟ فنشوف الآن زي ما أنتم شايفين
عندي هنا repetition. دقيقة أتوقع هنا ما ضفت اللاين فطلع شوية ملخبط. تمام شوف الآن، فزي ما أنتم شايفين وصل عدة، وصل عدة الثانية، وصل العدة الثالثة، وهذه الرابعة، وهذه الخامسة، هنا الصفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا عدد الخامسة، معناته I equals to five هي العدد السادسة، معناته هنا راح أقول six. أو دقيقة، لو نبغاها على العدد الخامسة راح أقول إنه والله I equal to five to four. نحن نبدأ من الصفر فنعد إنه الصفر هو العدد الأولى، تمام؟ هذه كمان حاول إنه ما تلخبطوا فيها زي ما أنا الآن لخبطت. زي ما أنتم شايفين الآن عندي العدد الأولى، عندي العدة الثانية، هذه العدة الثالثة، العدة الرابعة، وهنا العدة الخامسة. زي ما أنتم شايفين ما طلعت عندي الرسالة. This will not show on the fifth repetition. زي ما شايفين ما عندي هنا، بس طلع كلمة repetition ما طلعت الرسالة هذه، أتجاهلها. لأنه خلاص وصلنا عند I في الأبديتنج، وصلنا عند أربعة، سواله continue خلاص، روح كمل في الكونديشن، يكمل في الكونديشن، بعدين من الكونديشن حينتقل إلى الأبديتنج وراح يكمل طريقه في اللوب. تمام؟ فهذه هي ميزة continue، إنه والله إذا كان في شرط معين مثلا عندي في اللوب، والله روح أتجاهل اللي موجود هذا وروح سوي لي اللي عندك فوق، ارجع للكونديشن شيك عليه زي كده. طيب عندي بالنسبة لي return، هذه ما راح أتعمق فيها كثير الآن، هذه راح تدرسوها وقت ما تدرسوا functions أتوقع في الفصل القادم. هي return بكل بساطة، ممكن أنتوا شفتوا return zero زي كذا في نهاية الفانكشن. هذه فقط لأنه إحنا عندنا الفانكشن هنا المين فانكشن ترجع integer، تمام؟ ترجع للنظام، ترجع له integer، فهنا ترجع له صفر، إنه خلاص لما النظام يستقبل صفر فراح ينهي البرنامج، تمام؟ فهذه فقط إنه إحنا قاعدين نرجع الـ يعني نعطي النظام الآن، النظام لما يسوي هذه المين فانكشن راح يستخرج قيمة من هذه، تمام؟ فالقيمة اللي راح يستخرجها من هذه هي هذه، هي الصفر. فلما النظام حقنا الويندوز مثلا يستقبل هذه الصفر، فراح يعرف انه والله خلاص انتهى البرنامج، تمام؟ واذا ما ضفتوها هنا راح تكون موجودة في اخر البرنامج بشكل تلقائي هنا، يعني لما الاكسكيوشن، ولما النظام ال سي بلس بلس فيه بتكمل خلاص وصلت النهاية، خلاص هتعرف انه تلقائيا هنا في ريتيرن زيرو راح تقفل البرنامج، تمام؟ طبعا لو شلنا زي كذا راح يسألك انه press any key to continue، تمام؟ زي ما انتم شايفين press any key to continue. لا معليش والله هنا ما طلع صراحة. ايوه صحيح زي ما قلت لكم، راح يكون في ريتيرن زيرو كذا لحاله، اذا ما كان في موجود بشكل صريح راح يضيف النظام لحاله في الخلفية طبعا وينهي البرنامج لحاله. هذا بالنسبة لي return. بالنسبة لي go to بكل بساطة ممكن احنا نسمي section من السكاشن عندنا في البرنامج انه احنا نسميه مثلا beginning، تمام؟ beginning نقول له see out، والله هنا في عندي مثلا امر معين راح نقول له hello from beginning. طبعا انهي هذا السطر. طيب انا هنا الان سميت، يعني علمت زي حطيت علامه زي العلم، تمام؟ عند السطر الثاني عشر من البرنامج حقي والله في اسمه، في علامه اسمها beginning، فهذه العلامه تعلم هذه المنطقه راح يبدا البرنامج من هنا. فهذه ايش فائدتها؟ خلينا نقول، تمام، خلينا نقول انه والله انا ابغى اللوب حقي لما يوصل للعد للتكرار الخامس اللي هو لما اي فيلو يكون أربعة اللي هو التكرار الخامس، راح اقول له go to، تمام، go to beginning. beginning هذه ايش؟ هذه اللي سميناها هنا، تمام؟ فهو اعتبرها زي local variable او شيء زي كذا، لانه هي يعني احنا قاعدين نسمي زي ما انتم شايفين حطينا كولن او حطينا فاصله، حطينا معلش نقطتين رئيسيتين
عشان نعلم هذه المنطقة من البرنامج، إنه والله عندنا السطر الثاني عشر فيه شيء اسمه beginning، وأنا لما أبغى لما يوصل تكرار الخامس رجاء وديني عند beginning. تمام، فأنا نجرب الآن إيش راح يصير. راح يكون في هذا اللوب، بس لما يوصل العدد الخامسة راح يخرجني خارج اللوب، يوديني هنا وراح يرجع يعيد اللوب مرة ثانية. فالآن بالكامل بالكامل راح يكون عندي حوالي 15 عدة، وعندي اثنين من هذه زي ما احنا راح نشوف الآن، فقط كمثال، أو زي ما انتم شايفين باستمرار قاعد يعيد 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 يعيد. عارفين كيف يعني؟ الآن شوفوا كل مرة بيوصل العدة الخامسة قاعد يرجع ورا ويجي هنا، ويوصل عدد الخامسة ويرجع ورا ويجي هنا، قاعد يعيد. فاهمين كيف؟ فزي كذا صاير قاعد يرجع يعيد يعيد. هنا وقفت الآن زي ما انتم شايفين، هنا بداية البرنامج، هنا عدة عدتين ثلاثة أربعة خمسة، بعدين رجع بداية البرنامج، بعدين رجع عادة عدات. فاهمين كيف؟ فهذه يعني قاعد يرجع يودينا go to، فقط هي توديك لقسم آخر من البرنامج. تمام؟ أو ممكن تقول لها مثلا go to، مثلا ممكن تقول لها أسفل، يكون أسفل عندك هذا الشيء. فعند العدد الخامسة راح يوقف ويوديك خلاص خارج اللوب، يوديك في قسم آخر تماما من البرنامج. إذا جربته الآن راح يعطيك بس هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خلاص خرجك من اللوب وداك عندك هذا القسم hello from beginning، وانتهى البرنامج زي ما انتم شايفين. هذه هي go to. فهذه هي الجمب ستيتمنتس كلها، شرحتها بكل اختصار وتطبيق عملي زي ما انتم شايفين هنا continue عندي. طبعا في أمثلة على continue زي ما انتم شايفين في الفور لوب، قال له لو كان عندي العدد، تمام، لو كان عندي العدد باقي منه واحد، يعني ما هو أولي أو ما هو برايم، يعني معلش، ما هو ايفن، لانه الايفن نمبر ما يرجع لنا الصفر، ما يرجع لنا باقي، تمام، راح يرجع صفر. فهنا قال له اذا الباقي من القسمة على اثنين رجع لك واحد، سوي continue، يعني ارجع ورا، سوي شيك على الكونديشن مرة ثانية وزود لي هنا. هاي راح توديك زي ما انتم شايفين هنا في تمثيل فين يوديك الكونتينيو. الوايل توديك للتشيكينج كمان هنا، اي شيء في الوايل يوديك في التشيكينج، راح يطنش تماما الاكواد الموجوده تحت او فوق على حسب. تمام، في الوايل العاديه راح يطنش الاكواد الموجوده تحت، في الدو وايل العاديه برضه راح يطنش لما يوصل راح يطنش الاكواد الموجوده تحت. نفس الكلام هنا، راح يطنش الاكواد الموجوده تحت اذا وصل لها، اذا وصل لي كونتينيو. تمام، راح يوديك للزياده على طول. بالنسبه للوايل والدو وايل راح يوديك للتشيكينج للكونديشن، بينما في الفور لوب راح يوديك ما اتوقع هنا مذكور. في الفور لوب راح يوديك للزياده اول، للابديتنج اول، بعدين يسوي الكونديشن، بعدين ينزل يكمل البرنامج. تمام، فهذه بالنسبه للكونتينيو، وتكلمنا عن ريتيرن بشكل بسيط جدا، راح تستخدموها بشكل مره ممتاز في الفانكشنز، راح تعرفوا هي اصلا جزء لا يتجزا من كل الفانكشنز. تمام، ما عدا نوع واحد راح تدرسوه برضو في الشابتر الرابع. اتوقع هذا كل شيء بالنسبه للفصل الثالث. زي ما انتم شايفين لازم تتعلموا كيف تترجموا الفلو شارت. هنا يقول لك كيف تقرر اي لوب تستخدم. طبعا زي ما قلنا الوايل لوب راح يشيك على الكونديشن اول، الدو وايل راح يوديك at least once، على الاقل مره واحده راح يوديك خلال اللوب عده واحده، يعني تكرار واحد بعدين راح يشيك. تمام، والفور لوب لو احنا عندنا عدد معين من التكرارات نبغى ندخل فيه. تمام، وطبعا عندك هنا النستد لوبس برضو ما راح اتطرق ليها كثير، لانه هذه حتستخدمها في الاري، يعني لوب داخل لوب. فاهمين كيف؟ فور لوب وداخل فور لوب، اي راح تستخدم للروز والكولمز والاشياء هذه، يعني في الاريز وهذه الاشياء. برضو هذه النستد لوبس، يعني اذا انتم في اختباركم طالبين منكم النوم تذاكر الفصل الثالث، ما اتوقع راح تجي اسئله عن النستد لوب، اسئله يعني ثقيله. وهذه خلاص اخر سلايده. بهذه السلايده خلاص تنتهي
سلسلة تنتهي جلسة اليوم من الشروح بإذن الله. بإذن الله لنا جلسة قادمة قبل تيست 2 راح تكون بإذن الله تعالى. بس بالنسبة للآن انتهينا الحمد لله والشكر. شكرا على حضوركم، شكرا على استماعكم، شكرا إذا أنت الآن تشوف الفيديو هذا على اليوتيوب برضو شكرا ليك، وأتمنى التوفيق للجميع. وكان معكم عبد القادر سرديني محاضركم لليلة، ودمتم بكل سلام. انضم معنا الآن واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. وايساج معا نحو مستقبل مشرق.